أعزائي الطلبة وطالبات الثانوية العامة، أهلا ومرحبا بكم في مراجعة عامة على منهج التاريخ. في بداية الحلقة نرحب بالأستاذ الفاضل الأستاذ إسلام شمس. أهلا أستاذ إسلام. زحمة كل سنة وأنت طيب. صح صح زحمة. أعزائي الطلبة وطالبات الثانوية العامة، ليست هذه حلقة كما يقال عنها للراسبين أو طلاب الدور الثاني. هذا ليس صحيح، لأنه هناك العديد من الطلاب الذين لم يدخلوا الدور الأول. طلاب كتير جدا ما دخلوش الدور الأول، والدور الثاني بالنسبة لهم يعتبر هو الدور الأول. ليست هذه حلقة للراسبين، ولكن نظرا لظروف خارجة عن الإرادة تعرض لها العالم أجمع بما فيه مصر من اجتياح كورونا والوباء العالمي الذي أدى إلى التأثير على جهد الطلاب في المرحلة الأخيرة من نهاية الثانوية العامة. ليس هذا نهاية المطاف، ولكن هناك الكثير من الظروف والملابسات حول الدور الثاني، فهو دور أول بالنسبة لكثير من الطلاب الذين أجلوا الدور الأول. هناك العديد من المشاكل التي تعرض لها العالم أجمع وليس مصر فقط، والتي أدت إلى أن يتأثر جهد الطلاب تأثيرا سلبيا في عدم اكتمال دروسهم أو عدم اكتمال المراجعة بشكل كامل. ولكل جواد كبوة، وسوف يتم إزالة هذه الغمة بالنسبة للطلبة الذين لم يحققوا نجاح في الدور الأول، وسوف يكون هناك درجات مرتفعة للطلبة الذين أجلوا هذه المادة إلى الدور الثاني. بالتوفيق للجميع، وهنبدأ معاكم النهاردة مراجعة عامة على منهج التاريخ. الكل هيتعلم، والكل خد درس من الدور الأول وشاف الامتحان في الدور الأول شكله إيه، نظامه إيه. الكل خد خبرة من الدور الأول، الكل شاف النقاط التي ركزت عليها الدولة وركزت عليها الوزارة في الدور الأول. كل هذه الملابسات يجب أن تكون في أذهان الطلاب الذين يعتبر لهم هذا هو الدور الأول. كل النقاط التي أتت في الفصول يجب التركيز عليها وحول هذه النقاط، لأن الذي يضع الامتحان في الغالب من الممكن أن يضع امتحان ومنه تأتي صور أخرى مشابهة له من نفس هذه النقاط أو أبعاد متقاربة عليها. نخلي بالنا كويس جدا، يعني حاجة جات في الدور الأول زي الديوان العام نقول لا ما تجيش في الدور الثاني، لا ممكن تيجي بشكل تاني. جات اختيارات، تيجي أهمية، جات أهمية تيجي إثبات، جات إثبات تيجي مقارنة، تيجي حاجة قبلها تيجي حاجة بعدها. خلي بالك تحط امتحان الدور الأول أمامك وتشتغل على إيه، على هذا النظام وعلى هذه النقاط. هنبدأ معاكم مع الأستاذ إسلام النهاردة مراجعة على الفصل الأول، وبالتالي هناخد بعض الأسئلة ومعاكم إن شاء الله حتى يوم 26 وهو امتحان التاريخ. فضل السلام. نبدأ أستاذ أحمد بالفصل الأول، حملة فرنسية على مصر. أول حاجة نتكلم عن محاولات فرنسا لضم مصر، أي بالأدلة لم تكن الحملة الفرنسية أولى محاولات فرنسا لضم مصر. هنكتب عندنا أربع محاولات. عندي أول حاجة، المحاولة الأولى بدأت في عهد الملك لويس الرابع عشر الذي أراد ضم مصر لقطع الطريق التجاري بين هولندا ومستعمراتها في الهند. المحاولة الثانية تجددت في عهد لويس الخامس عشر الذي أراد ضم مصر دون إرسال حملة عسكرية. المحاولة الثالثة تكررت في عهد الملك لويس السادس عشر الذي أراد ضم مصر لتسهيل الطريق التجاري إلى مستعمراتين في شرق آسيا عبر مصر بدلا من الدوران حول إفريقيا بين قوسين رأس الرجاء الصالح. المحاولة الرابعة، تم إرسال حملة فرنسية إلى مصر بعد قيام الثورة الفرنسية لتأمين تجارة فرنسا في مصر من خطر الممالك. نيجي بعد كده على الثورة الفرنسية. بما تفسر تعد الثورة الفرنسية أولى الثورات الاجتماعية في أوروبا، لأن اللي قامت بها الطبقة الوسطى وانضم إليها أبناء الطبقة العامة. طيب إيه نتائج الثورة الفرنسية؟ سقوط النظام الملكي، سقوط النظام الإقطاعي، إعلان الجمهورية الفرنسية، إعدام الملك لويس السادس عشر. طب ما موقف الدول الأوروبية من الثورة الفرنسية؟ خشيت وانزعجت من تسريب الأفكار الثورية إلى عروشهم، وقام تحالف أوروبي بزعامة إنجلترا، وتم فرض حصار على فرنسا من أجل عدم تسريب الأفكار الثورية إلى عروشهم ومحاولة إعادة الملكية إلى فرنسا من جديد. طب ما العلاقة بين الموقع الجغرافي لإنجلترا ومجيء الحملة الفرنسية إلى مصر؟ أو ما العلاقة بين الثورة الفرنسية ومجيء الحملة الفرنسية إلى مصر؟ نجحت فرنسا في الانتصار على التحالف الأوروبي باستثناء إنجلترا، لأن الموقع الجغرافي حال دون ذلك. لذلك بدأت فرنسا في التفكير في توجيه ضربة عسكرية لإنجلترا خارج أراضيها، ومن هنا جاءت الفكرة إلى مصر لتهديد الطريق التجاري بين إنجلترا ومستعمراتها في الهند، وتسهيل تجارة فرنسا إلى شرق آسيا عبر مصر، وتأمين تجارتها في مصر من خطر الممالك. تمام، تفضل. بما تفسر أهمية التعرف على أحوال المجتمع المصري الذي واجه الحملة الفرنسية لفهم تطور الأحداث ومعرفة الفرق بين المجتمع الفرنسي والمجتمع المصري. تدهور الزراعة. بما تفسر تدهور الزراعة في مصر في ظل الحكم العثماني
بسبب عدم اهتمام الفلاح المنتفع بأمور الزراعة لمعاناته من سطوة الملتزم في جمع الضرائب وفرض الأتاوات خارج الضريبة، وعدم اهتمام الدولة العثمانية بأمور الري أو تقوية الجسور اتقاء للفيضان، وعدم اهتمامهم بحفظ الأمن. تدهور التجارة في ظل الحكم العثماني عند تجارة داخلية وتجارة خارجية. التجارة الخارجية تدهورت بسبب الكشوف الجغرافية والمقصود بها اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح، وبذلك اقتصرت سلطة مصر التجارية على اليمن، الحبشة، السودان، بلاد العرب، حوض البحر المتوسط. أما التجارة الداخلية فتدهورت لعدم استقرار الأمن نتيجة اضطراب الأمن نتيجة الصراع المتواصل بين الفرق العسكرية وغارات البدو المتلاحقة وعدم استقرار العملة واختلاف الموازين والمكاييل. وتدهور الأوضاع الاقتصادية ساعد في سيطرة الوكلاء الأجانب على السوق المصري، خاصة نتيجة الامتيازات التجارية التي حصلوا عليها. حمل نظام الحكم العثماني بين طياته وعوامل ضعفه نظرا لقصر مدة حكم الوالي زيادة نفوذ الديوان والحامية العسكرية، وبدأ الضعف يزيد في أواخر القرن السابع عشر، مما ساعد في ظهور حركة علي بيك الكبير الذي استغل انشغال السلطان العثماني بالحروب مع روسيا، ودي اسمها علاقات خارجية أو سياسة خارجية، فقام بطرد الوالي ورفض مجيء أي والي آخر، لقب نفسه سلطان مصر، رفض دفع الخراج والجزية السنوية، سك العملة باسمه، وتوسع على أملاك السلطان في الشام والحجاز، ونجحت قواته بقيادة محمد بيك أبو الدهب في دخول دمشق، ودي محاولة لتكوين رابطة عربية انتهت بالفشل نتيجة خيانة محمد بيك أبو الدهب الذي تحالف مع السلطان العثماني، وانتهى الأمر بعودة مصر تابعة للدولة العثمانية، وأصبح محمد أبو الدهب شيخ البلد. تمام، اللي الوضع السياسي بنقول عليه ولاد وضع مهم شويه نخلي بالنا منه، وخاصه حركه علي بيك الكبير. علي بيك الكبير بنقول اول من سعى لتكوين دوله عربيه في هذه الفتره مستغلا حروب السلطان العثماني مع روسيا، ونحط عليها سؤال واكتبه كويس جدا لما اقول لك ما العلاقه بين حروب روسيا الخارجيه وتغير اوضاع مصر السياسيه في النصف الثاني من القرن ال 18. تاني السؤال اهو، ما العلاقه بين حروب روسيا الخارجية وتغير أوضاع مصر السياسية في النصف الثاني من القرن ال 18 1768، وهي حركة علي بيك الكبير؟ ممكن نقولها بشكل تاني برضو، ما العلاقة بين حروب الدولة العثمانية الخارجية، هي نفس الصيغة بس عشور روسيا وحط الدولة العثمانية. العلاقة بين حروب الدولة العثمانية الخارجية وتغير أوضاع مصر السياسية في النصف الثاني من القرن ال 18 لازم نحددها ونخلي بالنا منها، لازم نخلي بالنا منها. السؤال الثاني، احنا قلنا طبعا فشلت الحركة نظرا لاستمالة الدولة العثمانية ابو الدهب. تاني معايا، استمالة الدولة العثمانية لابو الدهب ادى الى فشل حركة علي بيك الكبير. ممكن نقولها بقى ازاي؟ لما نقول قارن بين موقف الدولة العثمانية من تكوين دولة عربية اسلامية، تاني قارن بين موقف الدولة العثمانية من تكوين دولة عربية في النصف الثاني من القرن ال 18 وفي النصف الأول من القرن ال 19. خلي بالنا، في النصف الأول من القرن ال 18 ال 19 وفي النصف الثاني من القرن ال 18. طيب النصف الأول من القرن الكام؟ ال 18. هنقول استمالة الدولة العثمانية لأبو الدهب ضد علي بيك الكبير، مما أدى إلى فشل حركة علي بيك الكبير وعودة مصر ولاية عثمانية. طيب النصف الأول من القرن ال 19 هنقول تدخلت الدول الأوروبية لدى الدولة العثمانية، والذي وافق فيها السلطان على ضرب مشروع الوحدة العربية لمحمد علي باشا الكبير في معاهدة لندن 1840، الأمر الذي أدى إلى حرمان مصر من انتصاراتها الداخلية والخارجية وعودة مصر مرة أخرى إلى حدودها الأصلية، وأصبحت مصر مجرد ولاية عثمانية مميزة. إذن هنا السلطان قضى على الوحدتين، على الوحدة اللي حصلت في النص الثاني من القرن ال 18 والوحدة اللي حصلت في النص الأول من القرن ال 19. الوحدة الأولانية اختلفت فيها الطريقة عن الوحدة الثانية. ممكن نقول فيها سؤال، احنا بنخاطب طبعا الكل وازاي الناس اللي مأجلة، نخلي بالنا يا ولاد لما نقول اثبت اختلفت افكار السلطان العثماني، اختلفت افكار السلطان العثماني في ضرب الوحدة العربية التي ظهرت حتى
القرن التسعتاشر تاني معايا، اثبت اختلفت افكار السلطان العثماني في ضرب الوحدة العربية حتى القرن التسعتاشر. تقول اختلفت، تقول الحاجة الاولى لجأ الى الخديعة والخيانة في ضرب حركة علي بك الكبير مستغلا ابو الذهب. تبقى الاولانية فكر خديعة وخيانة مستغلا ايه ابو الذهب. طب النقطة الثانية استغلال القوى الكبرى الاوروبية التي كانت تخشى من اختلال ميزان القوى في ضرب محمد علي واللجوء الى التحالفات الدولية. شايف الفرق بين الاثنين؟ هنا دي فكرة ودي فكرة في ضرب الحركة او الوحدة الايه العربية. ضرب علي بك من خلال الخديعة والخيانة واستمالة ابو الذهب، ضرب محمد علي من خلال التحالفات والقوى الدولية الاوروبية في معاهدة ايه لندن. نخلي بالنا يعني من الحاجات اللي زي كده، برضو الامتحان فيه فكر، لان برضو مش هنقول ان الامتحان هيبقى عادي للكل، لا، في ناس محتاجة تجيب 60 من 60 اللي مأجلة، والناس عايزينها تنجح وتخلص ان شاء الله بقى خلاص، كل سنة طيبين، عايزينكم تخشوا الجامعة. في ناس جايبة مجاميع حلوة جدا، جايبة 80 و85 وعندها مشكلة صغيرة كده في التاريخ نخلص منها. نشوف مع الاستاذ اسلام بقى المراجعة. اتفضل. بنتفسر فوجئ الحكام المماليك في القاهرة بنبأ وصول الحملة الفرنسية الى شواطئ الاسكندرية، لان قوة المماليك كانت قد استهلكت في النزاعات الداخلية فيما بينهم، ولم يوجهوا الاهتمام الى تحصين حدود البلاد. حملة نابليون على الشام. علم نابليون بالتحالف الذي قام بين السلطان العثماني وانجلترا وروسيا، وارسال حملتين بريه من الشام وبحريه من الاسكندريه، فاراد نابليون مواجهه الحمله البريه قبل وصولها الى مصر، فخرج اليها ولكنه فشل في دخول عك. بنتفسر فشل معاهده العريش، لان معاهده العريش انجلترا رفضتها وطالبت بخروج الحمله الفرنسيه مستسلمين او كاسرى حرب، مما رفضه كليبر واصر على البقاء في مصر. ولماذا تم جلاء الحملة الفرنسية؟ لان انجلترا ارسلت اسطول اضافي في فبراير 1801 الى ابو قير في الاسكندرية، وانضم الى المماليك والاتراك وقاموا بمهاجمة القاهرة، فاستسلم مينو وغادر مصر في سبتمبر 1801. تمام. برضو عندنا هنا في سؤال، لما نقول فسر استهلكت قوى المماليك في النزاعات الداخلية، الحملة نزلت، اللي واجه الحملة الاسكندرية او اهل الاسكندرية محمد قريم فشل، قعدوا بنيما بالرصاص. لا انا عايز اعرف هنا ليه قوة المماليك استهلكت في النزاعات الداخلية. ركز معايا، انا ما قلتش ما نتائج استهلاك قوة المماليك في النزاعات. لو قلنا نتائج استهلاك قوة المماليك في النزاعات، انصرفوا، اتفاجئوا، فشلوا في مواجهة الحملة في اسكندرية، جميل. انما هم ليه استهلكت القوة؟ نقول واحد يا استاذ، نظرا لصراعات المماليك المتتالية بعد فشل حركة علي بك الكبير وبعد وفاة ابو الذهب، جميل. اتنين، الصراع بين مراد بك وابراهيم بك عند نزول الحملة الايه الفرنسية. طيب ده سبب ايه؟ استهلاك القوة. طيب لما نيجي نقول سؤال تاني، ما العلاقة بين التحالفات الدولية؟ ما العلاقة بين التحالفات الدولية؟ ايه العلاقة بين التحالفات الدولية ومصير الحملة الفرنسية في مصر؟ خلي بالنا كده، ايه العلاقة بين التحالفات الدولية ومصير الحملة الفرنسية؟ او نقولها بشكل تاني، اثبت كان للتحالفات الدولية اثر ايجابي على الشعب المصري اثناء الحملة الفرنسية. طيب ازاي يا استاذ ان التحالفات الدولية كان لها اثر ايجابي على الشعب المصري او كان لها اثر على الحملة الفرنسية؟ زي ما قلنا دلوقتي، التحالف بين انجلترا وروسيا والدولة العثمانية لاخراج الحملة بالقوة العسكرية من الشام والاسكندرية ادى الى خروج نابليون الى الشام وفشل في اقتحام عك. ده كان ليه تأثير سلبي على الحملة واضعاف قوة الحملة، ثم الرجوع مرة اخرى والتقابل مع العثمانيين في الاسكندرية، ثم رحيل نابليون سرا لتعرض حكومة الادارة لمشاكل مع النمسا. جزء كبير وعمود فقري للحملة الفرنسية خرج، وهو نابليون، مما اسهم في انخفاض معنويات الحملة وتراجع قواها، وطلب كليبر الايه الصلح والرحيل. طب هنا ليه تأثير؟ هنا الكلام، تحالفات لها تأثير سلبي على الحملة الفرنسية، التحالفات لها تأثير ايجابي على الشعب المصري ضد الحملة الايه الفرنسية. طب برضو نقطة تانية، ما العلاقة بين الثورة الفرنسية؟ ما العلاقة بين الثورة الفرنسية؟ ركز معايا كده، العلاقة بين الثورة الفرنسية والاتفاقيات الدولية في مصر. هل في علاقة بين الثورة الفرنسية والاتفاقيات الدولية؟ في علاقة بين الثورة الفرنسية والاتفاقيات الدولية. احنا خدنا في الاول خالص ايه؟ دخلت فرنسا في حروب مع كل الدول الاوروبية لمنع تسرب مبادئ الثورة.
فرنسا هزمت كل الدول ما عدا انجلترا، ضربتها في مصر عشان اسطولها جميل. في الفتره اللي كانت فيها الحمله قال لك النمسا وحلفائها، ركز معايا، لما نقول النمسا وحلفائها جددوا التحالف لضرب فرنسا مستغلين وجودنا باليوم في مصر. جميل اهو، فرنسا بقايا النزاعات الاوروبيه اثناء الثوره الفرنسيه. طب الثوره الفرنسيه افرزت تحالف بعد الحمله الفرنسيه، ادى هذا التحالف الى احداث مشاكل بالنسبه لحكومه الاداره في اوروبا، الامر الذي ادى الى رحيل نابليون سرا. طب الثوره الفرنسيه افرزت تحالف النمسا الذي تجدد اثناء الحمله، فقرر نابليون الرحيل سرا لتعرض فرنسا لمشاكل مع النمسا وحلفائها، مما اسهم في اضعاف موقف كليبر في مصر واللجوء الى عقد صلح اتفاق العريش. شايف العلاقه عامله ازاي؟ فنخلي بالنا برضو منها. اتفضل. بما تفسر اتصال نابليون بالعلماء والاعيان واشراكهم في الدواوين التي انشاها في مصر، لان نابليون راى ان خير وسيله لتخطيط سياسات الحكم في مصر هو الاتصال المباشر بالطبقه الوسطى المصريه لما لهم من مكانه مرموقه في البلاد وبين الاهالي، ولذلك سيتمكن من معرفه ما يدور باذهان المصريين او صفوه المصريين، ويتمكن من وضع سياسه مناسبه داخل مصر. وكانت الدواوين مقيده بالمصلحه الفرنسيه. لماذا اصدر مينو جريده باللغه العربيه؟ من اجل نشر الاوامر الاداريه والقرارات للشعب المصري لتوضيح اهداف الحكومه ومنع المصريين من الاستماع للعناصر المعاديه للحمله. كان نقل نابليون للسلطه في مصر للاعيان نقلا شكليا، لانه لم يكن هناك فرصه حقيقيه للممارسات الفعليه، حيث كانت الدواوين التي انشاها مقيده بالمصالح الفرنسيه، وكان هدف نابليون في النهايه هو التعرف على ما يدور في اذهان المصريين. ما نتائج تطبيق نظام الالتزام؟ معاناه الفلاح الملتزم في جمع الضرائب وفرض الاتوات وعدم اهتمام الفلاح المنتفع بامور الزراعه، وساعد ذلك على انهيار الزراعه. موقعة أبيكير البحريه. ما نتائج موقعة أبيكير البحريه؟ ترتب على ذلك القضاء على آمال الفرنسيين في بسط سيطرتهم على حوض البحر المتوسط وحرمان الحمله من الامدادات وقطع حلقه الاتصال بين الحمله وفرنسا. طيب برضه لما نيجي نتكلم على فكره الدواوين، الدواوين دي حاجه مش سهله وحاجه مش بسيطه، مش سهله يعني هي صعبه، لا. هي حاجة مؤثرة في تاريخ الحملة الفرنسية ومؤثرة في تاريخ الشعب المصري أو المجتمع المصري حتى بعد خروج الحملة الفرنسية. طب تمام. لما نيجي نقول سؤال صغير، من النتيجة المترتبة على تمتع الأعيان والعلماء بنفوذ ومكانة كبيرة وسط الأهالي. تمتع العلماء والأعيان بنفوذ ومكانة كبيرة وسط الأهالي. إيه النتيجة المترتبة على الكلام ده؟ طب نقول وجد نابليون ان خير وسيله لتخطيط سياسات الحكم هي التقرب من العلماء والاعيان لما لهم من نفوذ، تبقى تقرب نابليون اليه. اثنين، انشاء الدواوين، ركز معايا، لو لم يكن هناك علماء واعيان في مصر لم يتم انشاء الدواوين، يعني الدواوين اتعملت مخصوص عشان العلماء والاعيان. يعني اقول لك فسر، كان للعلماء دور في تطور الفكر السياسي، تقول العلماء لهم دور في تطور الفكر السياسي، ولما لم يتمتعوا بمكانه ونفوذ وسط الاهالي لم يتم انشاء الدواوين على يد نابليون. هو عمل الدول عشانهم هم ليه؟ حتى يتعرف على ما يدور في اذهانهم، وكانت مرتبطه بمصالح فرنسا، وكان فيها الديوان العام الذي درب اعيان المصريين على حكم الشورى من حيث الاستشاره وتلقي الاراء، وعاد عليهم بالنفع، ونبه المصريين لفكره المشاركه في الحكم، مما ادى لاختيار محمد علي. اذا حجر الزاويه هنا في انشاء الدواوين ليس نابليون ولكن العلماء. ركز ثاني، لو جالك بقى في الاختيارات، كان السبب الرئيسي في انشاء الدواوين السياسيه في مصر في ظل الحمله الفرنسيه، افتح قوس، نابليون، كليبر، العلماء والاعيان، المماليك، الكل هيختار نابليون. لا مش نابليون، هو نابليون لو مش شايف ان العلماء والاعيان هيقعدوا في الدواوين يفيدوه ما كانش عملها وهيعملها يقعد فيها هو. طب نقول الفكر السياسي هنا انطلق من نابليون تجاه العلماء، فادى ذلك الى التقرب اليهم وانشاء الدواوين المرتبطه بمصالح الفرنسيين، وادخل العلماء في هذه الدواوين السياسيه التي نبهت المصريين للمشاركه في الحكم. اتفضل يا استاذ. ناخد سؤال التباين يعني الاختلاف. عندي تباين في موقفين، موقف مراد بيك وموقف الازهر. تباين موقف مراد بيك في مصر مع قاده الحمله الفرنسيه لانه رفض عرض، اول عرض كان من نابليون بحكم الصعيد تحت التابعيه الفرنسيه، رفضوا مراد بيك. تاني عرض كان مع كليبر اخماد ثوره القاهره الثانيه مقابل حكم الصعيد تحت التابعيه الفرنسيه، فوافق مراد بيك، يبقى كده موقفه تباين. دور الازهر قبل مجيء الحمله واثناء الحمله،
قبل مجيء الحملة كان دور الأزهر سلبي في التعليم، حيث لم يتلقى سوى بصيص من التعليم في الأزهر، وانتشر الدجل والسحر والشعوذة. أما الأزهر أثناء الحملة فكان ليه دور إيجابي حينما قاد ثورة القاهرة الأولى ضد الحملة الفرنسية. وبرضه ده ممكن نعمل منه سؤال صح وغلط، لو قلنا إيه أي صحة أو خطأ العبارة الآتية تاريخيا: انعكس إهمال الدولة العثمانية للأزهر على دوره في مقاومة الحملة الفرنسية. انعكس إهمال الدولة العثمانية للأزهر على دوره في مقاومة الحملة الفرنسية. العبارة هنا صح ولا غلط؟ بنقول العبارة هنا غلط، العبارة مش صح. ليه يا أستاذ؟ نقول بالرغم من إهمال الدولة العثمانية للأزهر فلم يبق إلا بصيص قليل من نور العلم وإغلاق باب الاجتهاد في الدين وانتشار الجهل والخرافات والشعوذة، إلا أن الأزهر نظم وقاد ثورة القاهرة الأولى ضد الحملة الفرنسية. يعني هنا إيه؟ بالرغم من الإهمال ده كله، لا، الأزهر كان ليه دور ليس ديني فقط، ولكن له دور ديني ودور سياسي وقيادي في تنظيم حركة المقاومة ضد فرنسا. برضو عندي السؤال اللي قاله الأستاذ إسلام: تباين دور مراد بيك. ده طبعا بنقول مراد بيك ساعد حركة المقاومة في الصعيد إلى أن وصلت 10 أشهر. ما هو ما قالش مراد بيك يا أستاذ. طب ما أنت استنتجها، أنت مش قلت نابليون راح الصعيد ورفض مراد بيك حكم الصعيد تحت إشراف فرنسا وهزموا مراد بيك، هزموا نابليون وأخفق مع الأهالي؟ وجينا لما اتكلمنا عن الاهالي قلنا المقاومه في الصعيد وصلت 10 اشهر نظرا لانضمام المماليك. طب هو مين اللي في الصعيد من المماليك؟ ما هو مراد، ما مش محتاجه حاجه اهي. تبقى نقول مراد بيك انضم للاهالي في الصعيد فوصلت مقاومه الاهالي 10 اشهر، اذا مراد بيك قوى المقاومه الشعبيه ضد الحمله الفرنسيه، دور ايجابي. نرجع نقول قدام قبول مراد بيك عرض كليبر في حكم الصعيد مقابل اخضاع ثورته في ثوره القاهره الكام؟ الثانيه. اذا في اثر سلبي واثر ايجابي لمراد بيك على مقاومه الشعب ضد الحمله الفرنسيه. اتفضل. القضاء استاذ احمد مهم جدا برضه، يعني ان شاء الله يعني طلبه تركز عليه. قضاء في عهد نابليون وفي عهد مينو. نابليون بعد العوده من فشل فتحه في عكا قام باجراء تغيير في القضاء الشرعي في مصر، فقام اول حاجه جعل القضاه مصريون بدلا من الاتراك بالانتخاب، وجعل قيمه التقاضي 2% من قيمه المتنازع عليه. ثم استكمل مينو هذه الاصلاحات وقام بالغاء مبدا الديه، وقام بانشاء محكمه لكل طائفه. قام بانشاء محكمه للروم، الشوام، القبط، اليهود. كانت الحملة الفرنسية على مصر صدمة حضارية وثقافية بالنسبة للمصريين، لأن فكرة الدواوين نبهت المصريين لضرورة المشاركة في الحكم والإدارة بدلا من الحكم المطلق المستبد، ولأن المجمع العلمي كان بمثابة النافذة التي أطل منها المصريين على ما يدور في أوروبا، والحياة الاجتماعية للفرنسيين نبهت أذهان المصريين إلى وجود أنماط في الحياة والعلاقات في أوروبا، وبدأ المصريين في محاكاة هذه العادات. أهداف نابليون من إنشاء المجمع العلمي: عمل على تقدم العلوم والمعارف في مصر، دراسة ونشر مسائل طبيعية وتاريخية وصناعية، وإبداء الرأي العلمي للحكومة في الأمور التي تستشير فيها، يعني ربط العلم بالسياسة. أهداف نابليون من إنشاء دواوين الأقاليم: منع المشاحنات، الاستماع للشكاوى والمقترحات، وجمع الضرائب، يعني جباية الضرائب. مظاهر التضامن العربي في مصر ضد الحملة الفرنسية: وصول قوة من شبه الجزيرة العربية متطوعين بأسلحتهم إلى أهالي الوجه الإبلي، وقيام سليمان الحلبي الطالب السوري الذي يدرس في الأزهر بقتل كليبر. كده زهر مش حضرتك. طيب برضو لما نيجي نقول برضو عندي المجمع العلمي من الأشياء الكبرى التي أسهمت في تقدم العلم والثقافة في مصر، وأسفرت عن مشروعات كبرى لا تزال مصر تجني ثمارها حتى الآن. طيب انت قلت الحملة الفرنسية لم تكن مجرد حملة عسكرية للغزو والاحتلال وضرب مصالح انجلترا فقط. معنى كلمة فقط يعني ايه؟ لا ينفي فقط عن الحملة صفة العسكرية، ولكن يعمل على اضافة صفات اخرى علمية ادارية سياسية. يعني لما قلنا بنقول احضر مجموعة من العلماء حاول تخطيط الادارة والحكم في مصر مثل ما حدث في فرنسا بعد الثورة، نقل السلطة للطبقة الوسطى. طيب جميل، احنا خدنا نقل السلطة للطبقة الوسطى وده تم ازاي وليه وايه اللي حصل فيه. العلماء اتكلمنا عن المجمع العلمي وانجازاته والنتائج الكبرى. طيب لما نيجي نقول النقطه الثانيه، اثبت عمل نابليون على تنظيم امور الاداره في مصر مثل فرنسا بعد الثوره الفرنسيه. اثبت عمل نابليون على تنظيم امور الاداره في مصر، الاداره في مصر مثل ما حدث في فرنسا بعد الثوره الفرنسيه. سؤال بسيط خالص اهو، هنتكلم فيه عن ايه؟ ايه اللي بيخص هنا الاداره؟
أنشأ نابليون ديوان القاهرة للنظر في أحوال العاصمة. 2 أنشأ دواوين الأقاليم بواقع 7 أعضاء في كل إقليم، وكل إقليم أو مديرية فيها ديوان واحد. كان يعمل على منع جباية نظر، منع المشاكل، جباية الضرائب، النظر في المصالح. ده بيسميه العمل الإداري. هو جاي هنا في الناحية السياسية، إنما هو عمل ليس سياسيا ولكن إداريا في تنظيم وتخطيط أمور الإدارة في مصر، ليس الحكم. الحكم بنتكلم على الديوان العام والتدريب وما في هذا الديوان من أهمية وإنجازات. إنما لما أتكلم على أمور الإدارة، ديوان القاهرة بيدير أحوال العاصمة، دواوين الأقاليم بواقع ديوان في كل مديرية من 7 أعضاء للنظر إيه؟ جباية، منع النظر في المصالح، جمع الضرائب، منع المشاكل. ده بنسميه تنظيم إداري، تنظيم إداري. طب تمام. برضو لما جينا اتكلمنا على الحملة الفرنسية كان لها آثار بعيدة المدى. الحملة الفرنسية لها آثار بعيدة المدى، أي لا تزال تعمل حتى الآن وسوف تظل تعمل حتى نهاية المطاف. إيه الحملة الفرنسية؟ أو المجمع العلمي، أو عمل المجمع العلمي على إيه؟ دراسة المسائل التاريخية والصناعية والطبيعية. هتقول شك وصف فك، شق قناة تصل بين البحرين، وده شغال لحد النهاردة، عمل كبير وبعيد المدى. وصف مصر، كتاب يتحدث عن الطبيعة المصرية منذ العهد العثماني، ولا تزال يستخدم في المراجع التاريخية وتوضيح أوضاع مصر العثمانية حتى الآن. فك رموز اللغة المصرية، حيث تمكن العالم شامبليون من قراءة اللغة الهيروغليفية وفتح آفاق للدراسة في تاريخ مصر الفرعوني. تبقى حاجة بعيدة جدا، هي ما كناش نعرفها ولا تزال تعمل حتى الآن. شوف فيها كم سؤال. لما أقول لك استفادت الحملة الفرنسية من أعمال علماء الحملة، استفادت الحملة الفرنسية من المجمع العلمي، كان المجمع العلمي آثار بعيدة المدى في مصر، كان الحملة آثار بعيدة المدى في مصر، عمل المجمع العلمي على دراسة المسائل التاريخية الصناعية الطبيعية في مصر. شوف حوالي 5-6 أسئلة على فقرة واحدة، فنخلي بالنا منها. طيب ده بالنسبة للفصل الأول كده، الأسئلة اللي فيه والتذكر سهل وبسيط، واللي أنا قلته ده تحاول تستغله كويس. نخلي بالنا من الناحية السياسية، نخلي بالنا من علي بيك الكبير، نخلي بالنا من المجمع العلمي والقضاء زي ما أوضح الأستاذ إسلام. اتفضل يا رئيس. بما تفسر كده فصل تاني يا أحمد، بما تفسر لم تفكر إنجلترا في الخروج من مصر عقب رحيل الحملة الفرنسية، حيث أن إنجلترا كانت تطمع في بسط سيطرتها ونفوذها على وادي النيل ومراكز هامة في البحر الأحمر ومراكز هامة في البحر المتوسط بهدف تأمين الطريق التجاري إلى مستعمراتها في الهند. بما تفسر حدوث تقارب بين الإنجليز والمماليك بعد خروج الحملة الفرنسية، لأن الإنجليز تدخلوا لدى السلطان لمنع تنفيذ إعدام زعماء المماليك، وبذلك اكتسب الإنجليز تأييد المماليك، والمماليك كانوا يطمعون ويخططون للعودة للحكم مصر بمساعدة إنجليزية، ولم يبدي الإنجليز أي اعتراض، وبذلك كان هناك تحالف بينهم. طب ليه انجلترا ما استمرتش في دعم المماليك؟ لان انجلترا خشيت من عودة العلاقات الودية بين السلطان وفرنسا. بما تفسر نجاح محمد علي في كسب عطف الشعب المصري وثقة زعمائه قبل تولي خرشد باشا الحكم، لان كان في ازمة في 1804 والشعب المصري عامل ثورة، جاهر محمد علي واعلن الانضمام للعلماء والمشايخ، واختلط بالاهالي الساخطين، واوصى جنوده باحترام رغبات الشعب المصري، وتعهد ببذل قصارى جهده لرفع الضرائب عن الناس، وانتهز موجة الغضب لدى المصريين ضد المماليك وقام بمهاجمتهم، ففر المماليك الى الصعيد، وهنا حدث فراغ سياسي لسلطة الحكم. ايه بقى اللي زود حب الناس لمحمد علي؟ ابعد عن نفسه شبهة الطمع في الحكم، حينما عرض على المصريين الافراج عن خسرو باشا من سجن القلعة فرفضوا، فاقترح عليهم خرشد باشا والي الاسكندرية ووافقوا، وبذلك زاد تمسك المصريين بمحمد علي. تعتبر تولية محمد علي 1805 حدثا تاريخيا هاما، لأنه لأول مرة يقوم الشعب المصري في تاريخه الحديث بعزل والي وتعيين والي آخر بإرادة حرة وفرض ولاية من جانب الشعب، وهو أول صك اجتماعي. لم يكن حكم محمد علي لمصر في بداياته حكما خالصا لوجود القوى المنافسة له والمتمثلة فيه، الخطر المملوك الإنجليز العثماني والذي ظهر في هجمات المماليك على القاهرة والجيزة، ولكن نجح محمد علي في صدها. محاولة نقل محمد علي من مصر إلى ولاية سالونيك طبعا، ولكن الزعامة الشعبية تمسكت بمحمد علي، إرسال حملة فريزر والتي فشلت بفضل جهود زعامة الشعبية والشعب المصري. الزعامة الشعبية ممثلة في عمر مكرم ودوره في تولية الحكم لمحمد علي وفرض عليه القيود، ولكن محمد علي تخلص من عمر مكرم 1809 وعزله من نقابة الأشراف ونفاه لمدينة دمياط.
المماليك اللي كانوا بيطمعوا في حكم مصر، ولكن نجح محمد علي في التخلص منهم مذبحة القلعة مارس 1811 نتيجة استغلاله لخروجه إلى حروب شبه الجزيرة العربية. فشل حملة فريزر بسبب مقاومة واستبسال الزعامة الشعبية عمر مكرم اللي خطط ورسم المقاومة وأهالي رشيد وحماد، ووفاة محمد بك الألفي قبل وصول الحملة بشهرين، وعودة محمد علي من الصعيد ومحاصرته للأسكندرية، فاضطر فريزر إلى طلب الصلح والجلاء مقابل الإفراج عن الأسرى. رغبة محمد علي في التخلص من المماليك، ولماذا دبر مذبحة القلعة؟ لأنه أراد الانفراد بحكم مصر بعد أن يتخلص من باقي منافسيه، وقد خشي محمد علي من عودة المماليك لمناوئة منتهزين غياب الجيش في الحجاز للقضاء على الحركة الوهابية. ولماذا تخلص محمد علي من الزعامة الشعبية؟ لأن محمد علي رأى ضرورة الانفراد بحكم مصر دون وصاية شعبية، حيث أدرك قوة عمر مكرم، وخاصة بعد دوره في مقاومة حملة فريزر، وقبليها تعيين محمد علي وإلغاء محمد علي نظام الالتزام والأخذ بنظام الاحتكار ليضمن الدخول في السوق الأوروبية كقوة منافسة. ازدهار الزراعة في مصر في عهد محمد علي. محمد علي اتبع مجموعة من الأساليب تهدف إلى توفير أكبر قدر من الدخل في الزراعة مع تقليل المجهود، وقام بإحلال أساليب زراعية حديثة لزيادة الإنتاج. اهتم محمد علي بالتعليم الزراعي، أنشأ مدرسة لتعليم الفلاحين، استخدم خبراء أجانب، حسن مشروعات الري، أنشأ القناطر الخيرية، أنشأ مجموعة من الترع أشهرها ترعة المحمودية، عمل على انتعاز زراعة القط، وأدخل محاصيل جديدة مثل التوت والنيلة الهندي. تمام. طيب، في فترة الفراغ السياسي ورحيل الحملة الفرنسية تصارع على حكم مصر ثلاثة من القوى، بنقول طبعا عندي الأتراك والإنجليز والمماليك. طيب، شفنا الصراع بتاع، بس هنا في نقطة مهمة قوي لما نيجي نقول حدد التناقض للموقف الإنجليزي تجاه المماليك بعد رحيل فرنسا. حدد التناقض للموقف الإنجليزي تجاه المماليك بعد رحيل فرنسا. تناقض واضح. تقول تدخلت إنجلترا لدى السلطان العثماني والحيلولة لمنع قتل المماليك، فاكتسب الإنجليز تأييد المماليك. جميل كده، إنجلترا واقفة مع المماليك وتسعى إلى عودتهم للحكم. اللي حصل إيجابي مع المماليك، سلبي تراجعت إنجلترا عن مساعدة المماليك ونصحت المماليك بالاستسلام للسلطان العثماني نظرا للعلاقة الودية التي حدثت بين فرنسا والسلطان العثماني، مما أدى إلى خوف الإنجليز على مساعدة المماليك فيؤثر على علاقتهم بالسلطان العثماني. أهو تناقض أهو. طب لما نيجي نقول برضو عندي، فسر قيام ثورة مارس 1804، نخلي بالنا من الثورات دي، ليه حصلت ثورة مارس 1804؟ نقول نظرا لحدوث حالة من الفوضى والصراعات السياسية وتوالى على حكم مصر ستة من الولاة لم يثبت أي منهم جدارة في حكم مصر سوى محمد علي باشا الكبير، حيث تعرض الكثير من الولاة للقتل أو السجن أو الفرار بسبب رواتب الجند المتأخرة. اثنين، عودة المماليك من الصعيد وطرد القوات العثمانية ودخول المماليك القاهرة وحدوث تدهور اقتصادي. جميل، نخلي بالنا من دي كويس قوي. قامت الثورة. طب لما اجي اقول ما نتائج حدوث فراغ سياسي في مصر 1804؟ محمد علي طبعا هاجم بيوت المماليك، هربوا على الصعيد، حدوث فراغ سياسي. ايه نتيجة الفراغ السياسي؟ اقترح محمد علي خسرو، رفضت فاخر ارنؤود، اقترح تعيين مين؟ خورشيد باشا. طيب لما نيجي نقول ايه هي اسباب حملة فريزر على مصر، ركز معايا، وضح اسباب حملة فريزر على مصر. اتنين، ما العلاقة بين الهند وحملة فريزر؟ الهند، ايه علاقة الهند بحملة فريزر؟ هنشوف. ما العلاقة بين محمد علي وتولية الحكم، ده اللي جه السنة في الامتحان، وحملة فريزر؟ ما العلاقة بين الشعب المصري وحملة فريزر؟ ما العلاقة بين فرنسا وحملة فريزر؟ كل دي أسئلة على حملة فريزر. حملة فريزر كل سنة تعلم معانا الصحف الامتحان يعني، فنخلي بالنا. طيب ايه كل الأسئلة دي جابتها واحدة يا أستاذ بسام؟ لما نيجي نقول مثلا العلاقة بين الهند وحملة فريزر، رغبة انجلترا في الوصول الى مصر لتأمين مواصلاتها للهند باحتلال مواقع هامة على البحر الأحمر المتوسط. يا عم دي مش مكتوبه في الكتاب، لا مكتوبه في اول صفحه في الفصل الثاني، انت بتستنتجها وتنقلها في المكان ده ليه؟ ما هو اللي بيكتبوا الكتاب في المره الاولى وبيحتاجوا في المره الثانيه ما بيكتبوش، بيسيبك انت تستنتجه. واخد بالك معايا؟
انجلترا جت ليه؟ او انجلترا تلكأت في الرحيل من مصر ليه؟ لرغبة انجلترا في احتلال مواقع هامة على البحر الاحمر والمتوسط لتأمين مواصلاتها للهند. سيبك بقى بمحمد علي والكلام ده، واذا كان محمد علي ظاهريا ولكن السبب الاساسي في تأمين المواصلات والوضع الاقتصادي، جميل. طيب النقطة الثانية، فرنسا، رحيل فرنسا حدوث فراغ سياسي ورغبة انجلترا في البقاء في مصر لتأمين مواصلاتها للهند، هي الفرصة اصبحت اكبر. طب وبعدين محمد علي، غضب انجلترا من تولية محمد علي وعجز السلطان عن عزله ورغبته في تعيين الالفي، فتدهورت العلاقات بين السلطان وفرنسا علاوة على علاقة السلطان الجيدة مع ايه؟ مع فرنسا، اغضبت انجلترا. طب تمام، طب الشعب ومحمد علي، الشعب وفريزر، الشعب اختار محمد علي 5 وقام بتثبيته 6 مما اغضب انجلترا من السلطان العثماني فاراد الدخول مصر لتعيين الالف وعزل محمد علي. شايف كلها اسئلة عاملة ازاي؟ احنا قلنا الكلام ده كله في ليلة الامتحان وجاي منه سؤال سواء السنة اللي فاتت او السنة دي. فنخلي بالنا من حملة فريزر، هي ما بيجيش في الامتحان بالشكل المباشر حملة فريزر. واحيانا لو جت حملة فريزر مثلا وعلاقتها مثلا الهند بحملة فريزر انت هتستغرب. لا ما تستغربش. طيب لما نقول مثلا ما العلاقة بين المماليك وفشل فريزر؟ ما العلاقة بين المماليك والقضاء على الزعامة الشعبية؟ ما العلاقة بين المماليك وارتفاع شأن الزعامة؟ ما العلاقة بين المماليك وانتهاء الوصايا على حكم محمد علي؟ طيب جميل، ايه كل ده؟ كل ده بنقول حاجة واحدة، العلاقة بين المماليك وفشل حملة فريزر، المماليك وارتفاع شأن الزعامة، المماليك والقضاء على الزعامة، المماليك هتقول ان محمد علي لما جت الحملة كان بيحارب المماليك في الصعيد فتصدى الحملة الزعامة الشعبية ممثلة في عمر مقر. فشلت الحملة، جاء محمد علي من الصعيد ودخل الإسكندرية ظافرا وطلب فريزر الصلح مقابل الإفراج عن الأسرى، مما أدى لارتفاع مكانة الزعامة الشعبية وزيادة مخاوف محمد علي الذي بدأ يتوجس خيفا من ارتفاع مكانة مقرم، فأدى إلى نفي ولادميات والقضاء على الزعامة وانفرد محمد علي بالحكم. شايف عاملة إزاي؟ يعني وقف لي كده في النص حملة فريزر وعامله لي مشاكل حواليها سواء في الأسباب أو سواء في الأحداث أو الارتباطات إيه بتاعتها، فنخلي بالنا. طب برضه لما نيجي نقول فسر قيام محمد علي بالقضاء على المماليك، ليه محمد علي قضى على المماليك؟ هم كانوا كويسين وساكتين واغراهم بترك الصعيد والحياه في القاهره فاصبحوا تحت بصره وامن محمد علي مكرهم. ليه محمد علي قضى على المماليك؟ لانه بالقضاء على الزعامه الشعبيه لم يتبقى امامه سوى المماليك، ده السبب الرئيسي. هو كده خلص على كل القوى الايه المعارضه سواء داخليه او خارجيه، الشعب، انجلترا، السلطان، خلاص. الوحيده اللي باقيه مين؟ المماليك. ما انت بتقول لي عشان هو السلطان قال له روح الحرب الوهابيه، لا ده السبب المباشر، انما هو عايز يقضي عليهم ليه؟ لانه بعد القضاء على الزعامه الشعبيه لم يتبقى من القوى المنافسه ضد محمد علي سوى المماليك، فاستغل سفر الجيش المصري للحجاز وقام بمذبحه الايه؟ القلعه. فنخلي بالنا من الحاجات دي، الفقره الاولانيه دي مليانه شويه. اتفضل يا رئيس. بما تفسر اضطرار محمد علي قبول شروط معاهده لندن 1840 بعد ما رفضها بسبب تخلي فرنسا عنه، استعداد الدول الاوروبيه لحصاره، وقيام اهالي الشام بثوره ضد محمد علي. اصدار قانون المقابله 1871 طبعا اصدره اسماعيل ليتمكن من مواجهه المشكلات الديون نتيجه الاستثمارات الاجنبيه وانفتاح المجال امام الاقتراض من البنوك الاجنبيه، بدات في عهد سعيد وزادت في عهد اسماعيل، فاصدر اسماعيل قانون المقابله، وكان ينص على ان يدفع الفلاح 6 أمثال الضريبه مقدما على ان يمتلك الارض ويعفى من نصف الضرائب في المستقبل. بما تفسر انتعاش الصناعة المصرية في عهد اسماعيل؟ اسماعيل عنده 3 صناعات، حربية، تجهيزية، تحويلية. الحربية نتيجة زيادة عدد الجيش ورفع القيود عن بناء المعدات الحربية، تجديد المصانع القديمة وانشاء مصانع جديدة. التجهيزية مثل حلق القطن، استخراج الزيوت، دبغ الجلود. التحويلية السكر، الغزل والنسيج، وصناعة الورق. تأسيس الجمعية الخيرية الإسلامية في عهد إسماعيل 1878 بهدف 3 حاجات: إعانة الفقراء، إنشاء المدارس الخاصة لتعليم البنين والبنات، ومواجهة طغيان المدارس الأجنبية التي انتشرت في مصر. ولماذا ارتقى مستوى الوظائف العامة في عهد إسماعيل؟ بسبب إصدار المناخ التعليمي والثقافي الذي أدى إلى تولي الوظائف العامة خريج المدارس والمعاهد وأعضاء البعثات. اتساع شبكة النقل والمواصلات في ظل سقوط نظام الاحتكار أو إصدار النقل والمواصلات في عهد سعيد باشا.
بسبب زيادة حجم التجارة ونشاط التجار الأجانب في الاستيراد والتصدير، حيث تم إنشاء خط سكة حديدي بين القاهرة الإسكندرية والقاهرة والسويس، وتمهيد الطرق البرية والسكك الزراعية، وتوسيع شبكة البرق والبريد، وتم تأسيس شركتان ملاحة نيلية وبحرية برؤوس أموال أجنبية، والموافقة على إنشاء مشروع قناة السويس. فرمان 67 كان له آثار بعيدة المدى، لأن بهذا الفرمان حصل إسماعيل على لقب الخديوي بدلا من لقب الواني، وبمقتضى هذا اللقب تمتع ببعض الاستقلال في إدارة شؤون البلاد الداخلية والمالية، وعقد المعاهدات الخاصة بالبريد والجمارك، ومرور البضائع والركاب داخل البلاد، وشؤون ضبط الجاليات الأجنبية، وده اسمه آثار بعيدة المدى. تدهور مشروعات التنمية الذاتية في مصر بعد معاهدة لندن بسبب تطبيق معاهدة بلطليمان التي أدت إلى سقوط نظام الاحتكار، كده نفذت معاهدة بلطليمان في تسوية لندن فاتلغى الاحتكار، فتوقفت مشروعات التنمية اللي كانت بتقوم في نظام الاحتكار، وتم فتح أسواق البلاد أمام المنتج الأجنبي خاصة البريطاني، ودخول رأس المال الأجنبي في مجال الاستثمارات المختلفة. ما نتائج إلغاء نظام الاحتكار في الصناعة؟ ترتب على ذلك قلة إنتاج مصانع الدولة بعد إغلاق معظمها، تدهور الصناعات الحرفية البسيطة أو الصغيرة وكسادها، واختفاء بعضها خاصة في القاهرة لعدم قدرتها على منافسة المنتج الأجنبي الذي بدأ ينتشر في الأسواق المصرية. ما نتائج اتساع دائرة التجنيد في عهد محمد علي؟ اتساع دائرة التجنيد في عهد محمد علي، استقدام محمد علي من فرنسا طائفة من كبار الضباط ليعاونوه على تنظيم الجيش. النقطة دي لو جه قال لي في عهد من خلي بالنا، محمد علي استخدم خبراء من فرنسا يساعدوه في تدريب الجيش، اسماعيل استخدم خبراء من فرنسا يساعدوه في تدريب الجيش، لكن اسماعيل كان بيخلي الخبراء يتولوا رئاسة المدارس الحربية حتى تعود البعثات المصرية. خلي بالك لو قال لي في عهد مين. اتنين، ارسال عدد من الشبان الى اوروبا لاتمام دروسهم الحربية، وعندما عادوا الى مصر حلوا محل الاجانب في هذه المدارس. ما نتيجة هزيمة الجيش العثماني على يد قوات محمد علي في موقعة نزيب او نصيبين عام 39؟ قيام قائد الاسطول العثماني بتسليم اسطوله الى محمد علي دون قتال زادت قوة محمد علي وتفوقه على السلطان العثماني برا وبحرا. انزعجت الدول الاوروبية من انتصارات محمد علي، فدخلت في مفاوضات الى جانب السلطان ضد محمد علي، انتهت بعقد تسوية لندن. ما نتائج الغاء نظام الاحتكار في الصناعة؟ دي قلناها قلة انتاج مصانع الدولة. النهضة التعليمية والثقافية في عهد اسماعيل نتيجتها ارتقاء مستوى الوظائف العامة، حيث لا يتولاها الا المتخرجين من المدارس، وبروز علماء متخصصين في مجالات مختلفة. طيب لما نيجي نقول عندي مثلا في مجال سقوط الاحتكار، وبناخد الايه المعاهده الاكثر اهميه ومعاهده بلطليمان، هي ما جاتش في الترم الاولاني بلطليمان، بس ملابسات بلطليمان في غايه الاهميه. يعني ما اقول لك مثلا ما العلاقه بين الثوره الصناعيه وبلطليمان؟ ما العلاقه بين حرب الشام والاقتصاد المصري؟ ما العلاقه بين سياسه محمد علي في الواردات والاقتصاد المصري؟ ما العلاقه بين السلطان العثماني وضرب الاقتصاد المصري؟ كل ده بنتكلم فيه على ظروف معاهدة بلطليمان. وقف حجر عصر نظام الاحتكار امام رواج الانتاج الاوروبي في مصر او الشرق، مما اغضب اوروبا وانجلترا التي كانت تسعى الى سوق خارجية بسبب الثورة الصناعية. استغل قيام ازمة بين محمد علي والسلطان في الشام، وفرضت بلطليمان نسبة للمكان الذي عقدت فيه. سقوط الاحتكار يبدأ التنفيذ يوليو 39، محمد علي رفض التنفيذ حتى يحافظ على الانتاج الداخلي ويظل منافسا قويا للدول الاوروبية. طب النتيجة بقى على الاحتكار اللي حصل؟ تم تنفيذ بلطليمان في اطار معاهدة لندن، مما ادى سقوط الاحتكار ودخول استثمارات اجنبية في مجال استثمار بمقتضى اتفاقيات تجارية مع مختلف الدول الاوروبية، سيادة مناخ الحرية الاقتصادية لصالح المنتج الاوروبي اكثر من المنتج المصري. الاحتكار احدث ضربة وضجة كبيرة في مصر، والتي احدثت ضجة في اسئلة الامتحان في هذا الموضوع، الصناعة. خلي بالك من الصناعة، لما اتكلم في الصناعة اقول اثر سقوط الاحتكار على الصناعة قلة انتاج المصانع واغلاق معظمها. اتنين، تدهور الصناعات الحرفية لعدم قدرتها على منافسة الانتاج الاجنبي. تلاتة، انتعاش الصناعات الحربية لاشتراك مصر في حرب القرم. اربعة، بنقول اصدار الصناعات الحربية في عصر اسماعيل والصناعات التجهيزية والتحويلية لزيادة الجيش الى 30,000. كل نقطة من دي سؤال كامل بنحاول نعمله لوحده. كل ده الصناعة بس هنقصرها نعمل فيها أربع أسئلة،
فسر قلة مصانع الدولة لسقوط الاحتكار، دخول استثمارات، حرية صالح المنتج الأجنبي. فسر تدهور الصناعات الايه؟ الحرفية، لعدم القدرة على منافسة الإنتاج الأجنبي وإفلاس وكساد بعضها واختفائها من القاهرة. ثلاثة مهمة جدا، ما العلاقة بين روسيا والاقتصاد المصري؟ هتقول انت عاش الصناعات الحربية لاشتراك مصر في حرب القرن بين السلطان العثماني وروسيا أو آخر عصر عباس وأول عصر سعيد. ما العلاقة بين فرمان 66 وانتعاش الاقتصاد المصري؟ فرمان 66 زود الجيش 30,000. الأمر الذي أدى لانتعاش الصناعة الحربية في عصر إسماعيل، حيث جددت المصانع القديمة وبنيت مصانع جديدة واصدرت الصناعة التجهيزية، حلقة باغة زيوت تحويلية مثل السكر والورق والمنسوجات. في نهاية الحلقة بنشكر أستاذ إسلام شمس، شكرا أستاذ إسلام، ألف شكر. أعزائي الطلبة، ليست هذه حلقة كما قلت للراسبين والدور الثاني، ولكن للطلبة الذين أجلوا الدور الأول والطلبة الذين لم يحلفوا بالحظ بسبب الأزمة الصحية العالمية. لكم منا كل التحية بإذن الله في حلقات متقدمة.